وبلا شك فإن هذا مشهد مهيب مخيف، والكل يقف أمام ميزانه ينظر، الكل يقف أمام الميزان ينظر، هل ستثقل كفة حسناتي أم أن كفة السيئات التي ستثقل؟ فجدير بنا أن نفعل ما يثقل موازين حسناتنا، جدير بنا أن نفعل ما يثقل موازين حسناتنا حتى نسلم وتسلم لنا أمورنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. جدير بنا أن نحرص على ذلك. قول الرسول: احرص على ما ينفعك. إذا كان الشخص موقنا أنه سيأتي عليه وقت يقف أمام ميزانه ويتابع حركة الميزان، أي الكفتين ستثقل، وواقف أمام الميزان يرى حسنة جاءت في كفة الحسنات، تبعتها حسنة أخرى، تبعتها حسنة أخرى، يسر لذلك أشد السرور. فلنحرص على الإكثار من قول لا إله إلا الله، فإن اسم الله لا يثقل معه شيء أو لا يثبت أمامه شيء، ولنكثر من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومن قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عند جويرية بنت الحارث رضي الله عنها بعد صلاة الصبح ثم رجع، وهي ما زالت في مصلاها تذكر الله، فقال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهذه أشهر أصح الروايات لهذا الحديث. نعم، وردت رواية فيها سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، لكن الأولى أصح سندا. وكذلك ورد الإجمال كما في قولنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والرواية الأولى أصح من ذلك أيضا، ألا وهي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله إمداد كلماته. قال النبي: لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. الإيمان